face above the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting. مسايا لحضوركم اليوم وتغطية الحدث كوكو نمبر 9 لاين جديد يتضمن عدد من الستايلات الموجودة. حاليا عندنا 3 ستايلات في الفاشن شو. أول ستايل هو الكاجوال أو الستايلات الخفيفة، اخترنا لهم في هذا الموسم بما أنه الشتاء في دبي بين الحار والبارد، فاخترنا لهم لبس كثير ينفع بالجو الصباحي والمسائي أيضا. كذلك عندنا الستايل الثاني واللي هو أكثر شيء ركزنا على الجامب سوت والكالرز اللي هو الأبيض الأحمر والأسود.
نمبر 9 لاين جديد حاليا الاسم نمبر 9 او سي 9 ظهر في السوق مؤخرا لانه عندنا اور كاستمايز عندنا القطع احنا نفسها نصممها وايضا تضمن يضمن الكولكشن عدد من القطع اللي تكون هوت كوتيور ريدي هوت كوتيور يعني مو مجرد فقط دريسز ولونج دريسز سو اتمنى انه يعجبكم الكولكشن وتابعونا على انستغرام فيسبوك وتابعوا اخبار كوكو نمبر 9 اول باول لان هي اللبس المناسب لكل فتاة وخصوصا في دبي. ركزنا على الأقمشة اللي ركزنا فيها في الكولكشن هي بالدرجة الأولى هي الباندج بما أنه الباندج حاليا ضارب جدا وموضة الموسم لذلك ركزنا على الباندج واخترنا الألوان تكون بين اللايت والفري دارك وتناسب كل النساء لأنه القصات وكمان الباندج
مناسب جدا جدا للمورنينج وايفنينج.